واحد من أهم الأماكن التاريخية والحضارية في العراق، شارع المتنبي أو شارع الكتاب، الذي يضم العديد من الثقافات العربية والأجنبية والعراقية. من شارع المتنبي حلقة جديدة من برنامج أيام الناس، خليكم هنا. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم من شارع المتنبي، وراح نلتقي ويا الحلوين. شلون شباب حلوين؟ شلونكم زينين؟ رحم الله والديك. شخبارك؟ رحم الله والديك. شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى، وانت؟ اسمي يوسف. يوسف، من الكبير حتى نبدو يا اللقاء؟ يوسف اكبر. ليش اكبر انت؟ بعد 10 سنين. العمر كبرني. العمر كبرك؟ ايه. يعني انت اكبر، العمر كبرك؟ ايه. هو بعد. انت اكبر من. لا هو اكبر منه. هاي بعد 10 سنين. هو 2005 انا 2004. شلونك زين؟ والله زين الحمد صفر. لله. انا خامس. ها، خامس احيائي؟ لا، ادبي. ادبي. خلينا نسولف بموضوع اليوم، العام الدراسي هذا حضوري 100%. ايه. يعني مو الكتروني ولا اسمه. ايه. فبين الحضوري وبين الالكتروني وين تفضلون انتم كطلاب؟ من طبعا حضوري. شلون من يا ناحية؟ من يا ناحية يشرحون هاي على الالكتروني، بس يدرسون الواجبات وهاي هي. لا يعني كحضور افضل؟ ايه اكيد. انت رابع خامس، شلون خلصت من الالكتروني؟ لا، نص حضور ونص الكتروني. نص حضور ونص الكتروني. ايه. زين، وين طموحك تريد توصل؟ اريد اوصل بيا معدل بيا كلية. اريد كلية قانون. كلية قانون؟ ايه. لا اخوياك بنفس الصف؟ ايه. تويا بنفس الصف؟ نفس الصف. طلع قانون لو ما يدبر، هذا هو سنتين راسك. والله اذا الله كاتب له طبعا يطلع. كل شيء وبعد مصيره. الله ايش كاتب لك؟ وانت وين طموحك؟ انا عسكرية ان شاء الله. عسكرية؟ ايه. يعني كلية شرطة؟ كلية، لا كلية عسكرية. كلية عسكرية. كلية عسكرية. بعد السادس. بعد السادس. زين، دراسة صعبة سهلة؟ إذا تقرأ تنجح، إذا ما تقرأ ما تنجح. هسه هاي منتهين منها مبدئيا، تقرأ تنجح بأي اي جانب من جوانب الحياه، سواء العمليه والمهنيه والدراسيه، انت لازم تحضر حتى تنجح. الدراسه صعبه، صحيح انا وياك، بس اذا تقرا تصير سهله، صحيح ولا؟ زين، اذا ما تقرا المواد صعبه عليكم؟ مواد صعبه كالكتروني. زين، اذا حضوري ما يصير صعبه. تختلف؟ طبعا. متحمسين انه للدوام الحضوري؟ طبعا حضوري احسن، لانه المدرسين دي ياخذون كلاوات بكلاوات. شلون كلاوات؟ راح اقول لك شلون. احنا نداوم مثلا بالاسبوع 4 ايام. زين. هم شو يسوون؟ يداومون 4 ايام والله، ونصها يطلعون ما يدرس، مسوي له واسطه ويا المدير ما يجي. زين، اكو موضوع دائما ينطرح عندي، انه اليوم الكوادر التدريسيه، المعلمين المدرسين، بنفس الوقت هو يجي ياخذ محاضرات الصبح ويحول بالدوام مالته، لكن ايضا يجبر الطلبه الدخول للمعهد مالته كل يوم. صحيح. اغلب الاساتذه عندهم معاهد صحيح. هسه احنا مدرستنا الموضوع وياكم صار مدرستنا. اسم اكو عده، يعني الاسم الفرايدي المدرسه، يعني شلون اقول لك، يعني منطي، يعني شلون اقول لك، معهد كامل باسمه، بس مو باسم الفرايدي. هيك المدرس مالتكم يحاضر؟ مو المدير مثلا بي، هم يعني بعض المدرسين مال مدرستكم. يعني بس ما جابريك انت تروح براحتك، ودام تروح يعند وياك. لا حبيبي، انت تاخذ حقك. زين، ينتحس اذا شافك داخل خصوصيا بغيره؟ لا ماكو هيجي. ماكو هيجي؟ ماكو هيجي. متاكد؟ اي. تبيع مدرسه؟ انا فراهيدي. وين تصير هاي؟ سبعه بكا. زين، هذا الموضوع انت مع ام ضد انه اليوم المدرسين يجبرك انه تدخل معه بالمحل؟ قد اكيد، ليش يجبرني؟ ها؟ ليش يجبرني؟ او تروح لغيره. زين، هو شنو دوره؟ اذا يجي ما يوصل لك الماده تروح تقرا بغيره؟ هو اكيد ما يوصل اياها حتى اروح اسجل يمها على ما ادري استفاد. ها؟ والله. انتم على طول تتواجدون هنا؟ اي مو دائما، بين فتره وفتره. شو تسوون بالله جيتكم؟ لا نفتر، ناكل، نتونس. زين، كتب قرطاسيه؟ لا والله. ها؟ يعني تغيرون جو غير؟ اي نغير جو، بس يعني عندنا قرطاسيه. زين، انت من الساعه صرت عليه تفتهم هذا الموضوع؟ اي. اعطيك هذا الدرهم؟ اي. سوي نطره لو كتب. انت شو تقول؟ هسه
اذا طره نطرك، اذا كتبه نكتبك. يلا هسه شنو هاي؟ طره. هاي طره. طره. انا اقول كتب. انت تقول شنو؟ كتب. طره. باوح كتب. انت هاي سالفتك تعرف لها مو؟ اي اعرف. يلا اتمنى لكم التوفيق. حبيبي ربي يحفظك رحم الله. ان شاء الله عم دراسي سعيد عليكم. شكرا. مشاهدينا الكرام يتواصلون وياكم من شارع المتنبي. خليكم وياكم. مشاهدي الكرام، العديد من الفرق التطوعيه والناس اللي دائما ما انه تبذل جهدها في سبيل انه توصل رساله معينه، سواء كانت انسانيه او تراثيه او اي نوع من انواع الرسائل. لكن اليوم جاي نشوف هنا الفرق، خلينا نتعرف عليها، الفرق التطوعيه او فرق طيور السلام. نعم، فريق طيور السلام. شلونك استاذ؟ الله يخليك، تحيه لك. تعرفنا شويه عن طيور السلام، عن فريقكم. ان شاء الله تحيه حب وجلال للشعب العراقي من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب. نحن انا واطفالي طيور سلام نعمل متطوعون في كافه المجالات الانسانيه، منها تنظيم حركه السير وحملات النظافه وحملات توعويه وحملات دعم ومسانده الفقراء وايضا دعم الايتام. نعم. اليوم نتواجد انا واطفالي في شارع المتنبي لننقل الوجه المشرق للعراق، وايضا لدينا حملات نظافه في شارع المتنبي نقوم بالنظافه، وايضا لدينا حملات توعويه وبوسترات نحملها انا والاطفال لنوعي المواطنين ورواد شارع المتنبي وضيوف شارع المتنبي بخصوص المحافظه على النظافه وعلى التراث. اليوم الاطفال اليوم شنو العمل مالتكم اليوم؟ اليوم صراحه مرور اول زي شوف زي مرور. نعم، هم يبتدون زي المرور. اليوم عندهم رسائل عن رجل المرور وايضا عن الارشادات المروريه وعن الارشادات التوعويه. حلو. واليوم ايضا احتفلوا بالمولد النبوي الشريف. هم صار احتفاليه من 12 ربيع والى هذا اليوم، احنا نحتفل الى نهايه الشهر، واليوم كانت احتفاليه بالمولد النبوي وايضا حمله النظافه وايضا وزع. كم اعدادكم؟ احنا اعدادنا اربع، هم اطفالي اني احنا عائله. الله يخليهم. إيه؟ يعني ما عندك بعد اعداد؟ لا فقط هم اربع اطفال واني والدهم، واحنا عائله قدمنا ونذرنا انفسنا واطفالنا لخدمه العراق والعراقيين. اليوم الكثير من العراقيين عندما يشاهدون هؤلاء الاطفال يفرحون، والاطفال معروفين لدى العراقيين ومن المشاهير اصبحوا يتواجدون في كافه الاحتفالات الوطنيه والدينيه. اليوم عندي رساله الى العوائل العراقيه اللي هي علموا اطفالكم على حب الوطن. حلو. وارسلوا اطفالكم الى المدارس لاجل التعليم. ممتاز. اليوم نشاهد الكثير من الاطفال يعملون في اعمال شاقه ويتواجدون في تقاطعات يبيعون كلينس وايضا يقومون بمسح الزجاج. احنا ندعي العوائل ان تحتضن اطفالهم، وايضا هاي من واجبات الحكومه ان تدعم الطفوله في العراق. والله من المفرح اشوف هيك اب احسنت معتني بهيك اطفاله، معتني بهيك موضوع، مهتم لهي القضايا. اليوم انت فقط يعني مو مساله زي او جاي هنا المتنبي وشو. نعم، انا عندي رساله. اكو لكم ادوار، اكو عندك. نعم. رساله. لازم العوائل تنتبه لابنائهم. اليوم لازم يثقفوهم، لازم يوعوهم، لازم يعلموهم على حب الوطن. اليوم انا رساله عندي وبعدين رسالتي وصلت الى كل العراقيين وخارج العراق ايضا. انا اليوم عندي متابعين خارج العراق ايضا وعندي متابعين داخل العراق. اليوم الكثير يتعاطفون مع الاطفال، اليوم الكثير من الاطفال بداوا يقلدون اطفالي. نعم. يرتدون زي المرور وايضا زي العسكري، تحياتنا للجيش العراقي الباسل، وايضا زي وزاره الداخليه وهيئه الحشد الشعبي، ايضا ابناء الحشد الشعبي المقاتلين الابطال. واليوم ايضا دور كبير للاعلاميين، اليوم اطفالي حبوا ان يكونون في هذا خلنا العمل. خلينا نشوفهم، ايضا اعلاميين. خلينا نشوفهم. شلونك حبيبتي؟ شو اسمك؟ اسمي المتطوعه طيبه بنت العراق. طيبه، شو تحسين يعني وانت لابسه زي المرور ولابسه اليوم زي على طول انهم متواصلين في فعالياتكم ونشاطاتكم؟ اي صحيح، احنا متطوعين لخدمه الناس وعندنا ارشادات مروريه وحملات نظافه والكثير من الحملات. اليوم نحن في شارع المتنبي عندنا احتفاليه في مولد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وكنا نوزع الحلويات. حلو. واحنا عندنا هواي الحملات ومنها حملات النظافه، وتحيه للشعب العراقي وتحيه للاجهزه الامنيه عامه وتحيه لرجال المرور. اليوم رجال المرور واجهه البلد، فتحيه لرجال المرور وتحيه الى الاعلاميين. عاش سيدي، عافيه. شو اسمك حبيبي؟ اسمي المتطوع ياسر من العراق. انا صوت العراق، انا صوت الطفوله في العراق، انا صوت اليتيم بعد العراق بخير. عافيه عافيه العراقي. صح احنا صغار بس افعالنا اكبر، شرف ان خدمه العراق والعراقيين، من احنا صغار لحد ما نكبر.
عهدنا نفسنا نعمل بهمة وبغيرة لخدمة الشعب العراقي أبو الشهامة والنخوة والغيرة. تحية للشعب العراقي بعد العراق بخير. أنا خل أخذ لكم تحية لكم ولوالدكم. والله العظيم هاي الجهود تشكر عليها. أول شيء أيضا أحيي وتحية إجلال وأكبر لشهداء العراق، وتحية إجلال وأكبر لشهداء الإعلام الوطنيين الذين استشهدوا وسقطوا من جميع القنوات الفضائية، وتحية إجلال إلى قناتكم الغراء قناة الأيام. اليوم القنوات التي تحضر إلى شارع المتنبي وتنقل وجه المشرق احنا ناخذ لها تحية. وانا ما اخذ لك تحية مرة ثانية. الله يوفقك على هاي التربية. الله يوفقك وعلى هذا الجهد اللي جاي تبذله في سبيل انه توصل رسالتك بحب العراق. صراحة احنا نريد نوصل رسائل ايضا اليوم الكثير من الاطفال متنمرين من الدراسة. نعم. وايضا الكثير من الطلاب عندهم انزعاج من الدراسة، نقول لهم انتم مستقبل العراق وانتم بناة العراق وعليكم الذهاب الى التعليم والى المدارس، وكونوا عون وسند الى اهلكم واهلكم يكونون عون وسند لكم. نترك الحكومة اليوم، هذه واجبات الحكومة، يجب عليها ان تعتني بالاطفال وان توفر لهم القرطاسية والحقائب والكتب المدرسية. اليوم الكثير في المدارس تعاني من نقص الكتب، وهذه من واجبات الحكومة ان توفرها لهم. رغم انه الحكومه مقصره تجاه هذا الموضوع، لكن اليوم اكو تكافل اجتماعي. نعم احسنت. والدليل انتم اليوم خير مثال. ونحن ايضا مستعدين انا واطفالي لتوفير الحقائب والقرطاسيه للاطفال الفقراء والايتام والى اطفال عامل النظافه. وايضا اليوم ايضا لدينا رساله الى عامل النظافه وقصيده راح تعطيها ديار. يلا. يا عامل النظافه يا الطف العمال من قبل ان نفيق تنظف الطريق. يا عامل النظافه لولاك ما سلمنا لولاك ما نعمنا. يا عامل النظافه يا اشرف العمال. سيدي سدوى القلب سيدنا العزيز. هاي الرسالة أيضا إلى عامل النظافة وهو مهندس النظافة. نعم. وتحية إجلال وأكبر لكل عمال النظافة في العراق. واليوم تواجدكم أنتم كإعلاميين توصلون رسائل. أنا متأكد هاي القنوات الفضائية ما اللي تتواجد في شارع المتنبي تحب تنقل فشي جميل، وأيضا أنت اليوم تتابع الشيء الجميل. نعم. بالمتنبي. نعم. والأعمال اللي الإنسانية والتراثية والحضارية، هذا دليل على وعيك انت والقناه على ان تنقلوا الوجه المشرق العراق. اليوم الكثير من الدول يقولون على العراق كذا ويقولون عن لا اليوم العراق بهاي التربيه اذا اجيالنا بخير مستقبلنا. نقول لهم ان العراق هو بلد الحضارات والتاريخ وبلد النهرين دجله والفرات، فيجب على الدول العربيه والدول الاسلاميه ان تدعم الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب مسلم، ويجب علينا ان نكون عون وسند للعراقيين. اليوم العراقيين مروا بكثير من الازمات، منها ازمه كورونا التي عانى منها الكثير من العراقيين، وايضا الاعلاميين والاطفال. اليوم التنمر اللي عند الاطفال اصبح هو حاله عامه. واليوم الكثير من الاطفال بداوا يعني اليوم داوموا اول يوم او يومين بالذهاب الى الدراسه، لكن صار عندهم تنمر بسبب عدم تواجد القرطاسيه. عام دراسي جديد. عام دراسي جديد. واتمنى لكم التوفيق. الله يوفقك. وشكرا جزيلا. وتحيه لك. الله يسلمك وتحيه لك وتحيه لطيور السلام. الله يوفقك. الله يبارك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين وياكم، لكن من الجميل انه نشوف حرص الاباء، حرص العوائل على هيش مبادرات انه يحثون اطفالهم بهذا الوعي. اكيد مستقبلنا مشرق، مستقبلنا مزدهر. نعم عم. من خلال فضائيتكم انا اقدم رأي وزير الداخلية اللي هو ومدير المرور العام. نعم. بأن هؤلاء الفتية ينسبهم الى وزارة الداخلية ويعتبرهم اصغر فتية منتسبين لوزارة الداخلية ويساعدون رجال المرور بأداء واجبهم. وانا ابو صوت الصوت اريد يسمع. نعم. يعني هذول يعتبرهم منتسبين الى وزارة الداخلية. نعم. من الان يعني على مرور الزمن كمكافأة. نعم. وكتقييم للجهد اللي يبذلونه بالوقت الحاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا عمو. نعم وبالتالي انا ايضا اضم صوت الصوت الحاج بخصوص هذا الموضوع. متواصلين وياكم، خليكم معنا.
طبعا المفارقات اللي جاي نشوفها اليوم بالفرق الشعبيه انه بطوله بالفرق الشعبيه جاي تنطي جائزه اللي هي الدوري الانجليزي. هذا الكاس، هذا الكاس طبعا مكلف 600 دولار في وقت انه بطوله كاس العراق الفائزه مالتهم 200 دولار. فهي رساله واضحه جدا ومعيبه بحق اتحاد كره القدم من يقدم جائزه بقيمه 200 دولار فازه منزليه. وجاي نشوف الفرق الشعبيه شلون جاي تقدم جوائز. حسن الله يسعد حبيب قلبي، شلون ربي يخليك، الله يسعدك. انا اهنيكم على هذا التنظيم. شكرا لك. وعلى هي الجوائز قيمه. شكرا لك. حدثني شويه عن هذا الكيس، شلون جبتوه، منين استوردتوه، الكيس كلفكم؟ الكيس استيراد من لندن. من لندن وصل لنا عن طريق صديق انه هناك. حلو. سعر التذكره للكاس 3 دولارات، 300 دولار العفو. نعم. سعر الكاس هو نفسيته ايضا 300 دولار. كتصميم 300 دولار. كتصميم 300 دولار. جانا عن طريق صديق انه هناك من ضمن الاعلاميين هم المراسلين. نعم. مثل حضرتك الطيبين. نعم. الله يسلمك. زين، فوصل لنا البطوله متكونه من 20 فريق على مستوى فرق شعبيه. كل فريق ايش قد تاخذ منه؟ كل فريق 40,000 فقط. 40,000. 40,000 من كل فريق، وايد جائزه. نعم. الفريق اللي يتوج بالبطوله يتوج بالكاس من اول مره، يعني مو ثلاث مرات. يعني مو ثلاث مرات، اول مره يصير الكاس. اول مره يصير الكاس له مباشره. هاي اول مره تستوردوه؟ هذا لا، عندنا كان استيراد الكاس اسيا. كاس اسيا. اي بصناعه عراقيه. زين. زين. هسه بدي اعرف من شنو مصنوع هذا؟ حديد؟ هذا مو حديد ولا ستيل. هذا شلون تقدر تقول الصب. نعم. زين. نعم. يعني من اندر يعني واجود. وهذا الطلاء ثابت؟ هذا الطلاء ثابت. زين، يعني وضعيه كلش حلوه، واتمنى زين حضوركم. خلي بس شوف الشاهد. خلي بس اسال سؤال بدون عمرك. خلي بس اسالك سؤال. الجواب. وهو ايضا اللي بيقصد لاتحاد كره القدم، انتم اليوم كفرق شعبيه ومن كل فريق 40,000. صح. جبت الجائزه ب 600 دولار. صح. هي صعوبه الموضوع؟ لا، جدا سهل، جدا سهل. حتى تواصلنا، يعني كان تواصلنا ويا البرة، كان جدا سهل وبسيط، والعالم استقبلوا الفكره وقلنا لهم احنا مو اتحاد، احنا فرق شعبيه على مستوى فرق شعبيه. ممتاز. فهم استقبلوا الفكره برحابة الصدر، يعني قالوا ايه احنا لكم داعمين. زين، لان هو كان العرض ماله 400 بس بالتواصل وسمعوا احنا فرق شعبيه ومستوى بسيط، لا نزلوا بالمستوى مالتنا مال السعر. ليش اتحاد الكره صعب الموضوع وما يستورد هيك جوائز؟ احنا سؤالك موضوع عجز. 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 احنا يعني اليوم مجرد بس اتصلتوا فقط؟ بس اتصال وحل الموضوع، مو اتصال تليفون، لا اتصال عبر التواصل الاجتماعي، عبر مازنجر يعني. حلو. زين. ايه. وجانا وصل لنا والحمد لله. انا ولا نهنيكم. شكرا لك، واتمنى انه القائمين والعاملين باتحاد كرة القدم مو عيب تتعلمون من الفرق الشعبية، لان جاي يقدمون جوائز وجاي ينظمون بطولات والله العظيم افضل وبكثير من تنظيمكم وجوائزكم. تواصلنا وياكم، خليكم. ننقشنا مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم، واحنا اليوم راح نلتقي برابطة التراث والأرشفة العراقي. فخلنا نتعرف على الاستاذ. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الاسم الكريم استاذ. الباحث والمؤرشف العراقي محمد سيد علوان، رئيس منظمة التراث والأرشفة وصاحب متحف. ممتاز. دار السلام بالمركز الثقافي بغداد. ممتاز. شنو هذا اللي المنظمة مالتكم، شوي احكي لنا عليها. احنا منظمتنا معنية بالمحافظة على آثار وتراث العاصمة بغداد والعراق. العاصمة بغداد والعراق. والعراق. ممتاز. على كل محافظات العراق. زين. شنو نشاطاتكم؟ نشاطاتنا هو الحفاظ على كل المواقع الأثرية والمباني التراثية. نعم. والفلكلور الشعبي يعني التقاليد العراقية، العادات والتقاليد، للتراث الثقافي غير المادي، الأزياء التراثية، وهي كلها الأزياء التراثية. نعم. يعني ما عدا الأستاذ ديان. نعم. ديان. احنا هسه نتعرف على. اي نعم. أي. بس لكن اريد اعرف اليوم انتم الغاية من تواجدكم هنا في شارع المتنبي بهذه الأزياء المتعددة العراقية الأرشيفية التاريخية القديمة، شنو الرسالة اللي ممكن تردون توصلونها؟ والله احنا عندنا رسالة نوصلها للعراقيين اللي في عموم محافظات العراق. نعم. المحافظة على الأزياء التراثية العراقية، لأن اليوم عندنا يعني اعتبرناه اليوم الأزياء التراثي. نعم. زين. فردنا المحافظة على الأزياء التراثية التقليدية
العادات والتقاليد على عدة مكونات عليها. فقط تستعرض بها؟ لا، احنا استعرضنا بها ونثقف العراقيين بالمحافظة على هذه الأزياء. اللي يمتلك أزياء تراثية من العراقيين من عموم المكونات العراقية في المحافظات الجنوبية، في الشمال، في الوسط الغربية، في الشرقية، عن المهم والعاصمة بغداد اللي تحتوي وتحتضن كثير من المكونات العراقية، وفي الشارع الثقافي العراقي في مركز القشلة. يعني عندنا متحف بالمركز الثقافي البغدادي ايضا يحمل الازياء التراثيه. هم بعد باقي الازياء موجوده؟ نعم، عندنا كل الازياء التراثيه من فترات الفتره العثمانيه من حكم العراق، الفتره الملكيه، الفتره الجمهوريه المتعاقبه، كل الازياء موجوده وعلى زين مستوى المكونات العراقيه. خلينا نجي نتحدث على عليهن. زي هسه هذا، السلام عليكم. طبعا هنا هذا الجيش العراقي؟ نعم، الجيش العراقي. قبل الجيش كان الجيش كان ربطه يلبس؟ اي هو طبعا كلها بس هاي الربطه يعني تقليديه، مو يعني عندنا الاصليه سابقا. انا سابق يا زمن، هذا زمن عبد السلام عارف. تفضل هنا. هذا عبد السلام عارف. عبد السلام عارف اي، وعبد الرحمن عارف هاي بالجمهوريه. كان الجيش اي الجيش العراقي. هنا الزي البغدادي. هسه نجي عليه. شنو شعورك وانت لابس هذا الزي اليوم؟ والله انا شعوري شلون نقول، هذا زي العراق العسكري القديم. يعني اقلد بلدي، اقلد العراق، اقلد المسلمين. هو ايضا عضو بالمنظمة، يعني حتى زي للعالم هذا الزي. يعني هذا زينا العسكري زين، وزي العراق التراث الاصلي. وهذا بصناعه عراقيه؟ اي نعم، قماش. احنا كنا متطورين طبعا للعلم، يعني احنا بالفتره الملكيه كانت الكليه العسكريه ما شاء الله الدول المجاوره للعراق. الدول المجاوره للعراق تدخل بالكليه العسكريه العراقيه تتخرج، يعني حتى ملك الاردن حلو، والسعوديه وملوك الاردن كانوا هم ديان، سوريا كان تدريبهم بالكليه العسكريه العراقيه. زين، بالكليه العسكريه العراقيه. حاولتوا توصلون وزاره الدفاع على هذا الزي انهم ممكن يعيدوه ممكن يلبس الجيش العراقي؟ نعم، احنا سوينا رساله ايضا وسوينا عمل مشترك، ردنا حتى يكون اكو تعاون بين وزاره الدفاع بين الداخليه. حضر وزير الداخليه يمنا ديان وطينا يعني، لكن اهتمام احنا ردنا حتى عندنا متاحف وطنيه كانت كان الرد؟ يعني والله بصراحه ماكو، يعني كل ما تقول لك ما عندي دعم وما عندي متحف حتى اقيم به الفعاليات نشاطات. انتم من خلال وضعكم انتم مطلعين على هالموضوع اكثر. نعم. اكو امكانيه تجهز فيك الجيش العراقي؟ نعم. امكانيه محليه؟ نعم نعم نعم، نعم موجوده. اي موجوده، احنا كانت عندنا خياطين خاصين بالكليه العسكريه وبالجيش العراقي. اي موجودين، يعني اكو امكانيه ومكاين موجوده، مكان متطوره قبل شات. نعم. مكاين يدويه. نعم. يعني كان عندنا المكاين اليدويه نشوفكم اياها موجوده بالمتحف مالتنا، كانت يعني صعبه وبالرجل كانت هسه لا. نعم. كهربائيه وعلى مستوى زين. نعم. والقماش هذا موجود يجيبونه زين. نعم. وعندنا كان حتى عندنا بالعراق معمل النسيج ايضا خرج، وعندنا الكليه العسكريه قلت لك يعني ارقى كليه بالعالم، يعني ضاهي الكليات العالميه. خلينا نتعرف على باقي الازياء، شلونك هذا يا زي هسه؟ الاداره الفيصليه سموها، زي البغدادي. هاي الفيصليه؟ اي الفيصليه يسموها هاي بعد زين الفتره العثمانيه. نعم. زين بعد الفتره العثمانيه صار الملك فيصل الاول صار حاكم العراق، رفض ان يلبس الطربوش، كان اكو طربوش. يتذكر. اي فرفض يلبس الطربوش، سوى استداره الفيصليه ووزعها. ترمس هاي الاستداره؟ الاستداره هي هذه يوحد العراقيين بين المثقفين بالعراق وبين الزي العسكري، بين الزي العسكري. نعم. ورفضها لانه الحكم العثماني حكم جائر كان على العراق، لان ما سوى شيء، ما سوى انجازات للعراق، لكن الحكم الفتره الملكيه لا، ذات انجازات. فرفض يلبسها، لبس على الخوذه القوة العسكرية، لبس الأقال، وبعدين سلم السدارة الفيصلية، سلمها للكلية العسكرية وللجيش والحكومة العراقية، والحكومة العراقية كانت أيضا تلبس السدارة الفيصلية. سلم أي سلمهم الطربوش، سلمهم السدارة. زين. وكان سميناها السدارة البغدادية. ليش ما استمرت هاي السدارة؟ استمرت. ليش ما استمرت يعني هسه بالوقت الحالي؟ يعني من نوادر نشوفها موجوده الناس. نعم نعم، احنا هسه يعني من خلال معرض الاشقاء. نعم. اللي عرضناه بفتره حتى بزمن صدام حسين، وهاي نشجع انه ترجع التقاليد، العادات التقاليد والتراث العراقي الاصيل، لانه احنا قبل كنا ملوك. يعني بصراحه يعني هذا الزي الازياء التراثيه ازياء وقوره ومحترم ومن شوف شخصيته، يعني ممكن تعديها مو سهله. نعم. بس بينما هسه شخصيه ديان
صراحه كبير بالسن، يعني عمره 70 سنه 80 سنه، ولابس زي ما يليق بتاريخ بلده. احنا بلد حضارات، يعني عندنا كان ايش لابس مثلا، يعني الازياء اللي يعني بصراحه اكو ازياء جنسيه يعني خطا، يعني احنا عراقيين عندنا مكونات، واحنا وصلنا رساله للعالم، يعني حتى بالحضارات بالحضارات العراقيه. نعم. ارقى الازياء كانت الازياء العراقيه الاثريه. نعم. اللي اخذنا صورها من الرسوم. على التماثيل وعلى الكهوف وعلى الصخور. عندنا كان دار الازياء بال 83 1983 اجى قانون رجع الازياء الاثريه. اكو عندنا زين و97 97 تقريبا قسم بدار الازياء. نعم. حتى يرجع الازياء الاثريه العراقيه للفلكلور، وشاركنا في مهرجانات عالميه، والعراق شارك في شاركتوا مهرجانات عالميه؟ اي شارك العراق. شنو الجوائز اللي حصلتوها؟ مو احنا. نعم. يعني اللي دار الازياء، دار الازياء العراقيه زين يعني نشر رساله للعالم كله، ولا يزال الدول الغرب. نعم. والدول الاجنبيه والعربيه تقلد الازياء العراقيه. حلو. بالرسومات. حلو. مال القلقامش وزين حمرابي وال ليش ما لابسين اليوم مال القلقامش حمرابي؟ مو هاي تقليديه، احنا لبسنا نوصل رساله على الازياء التراثيه الخاصه للعراقيين. نعم. نعم. اللي هسه ممتلكيها بعض الاشخاص وضاميها ببيوتهم، فالمفروض يحافظ عليها ما يذبها بالنفايات او يتم حرقها. خلينا نشوف الاستاذ شلونك استاذ؟ حبيبي الغالي. هسه اليوم زيك عرفته؟ اكيد. شو اسمه عرفته؟ اكيد. شنو شعورك وانت اليوم مرتدي هذا الزي؟ الانيق الجميل اللطيف الحلو. الله يسلمك عيونك الحلوان. افتخر كل الفخر. نعم. انه انا البس الزي البغدادي القديم. عندك هذا الزي يعني دائما موجود؟ موجود على طول؟ على طول انا متغير لبسي حتى على الفيس صورتي بيه. حتى على الفيس. نعم. زين شنو الرساله اللي ممكن توصلها؟ والله هي زيك اتمنى انه الانسان من يعبر مرحله الأربعين ان يفكر يلبس اللبس القديم. بس هسه هذا الزي ترى موجود. اي يعني الرسمي بطابع رسمي موجود. اي موجود بس مو بهذا البغدادي. زي البغدادي. شنو يتميز هسه؟ هذا يتميز اول شيء الرباط عرض، هذا قديم. الرباط عريض؟ نعم. بس هسه هذا مثل الرباط عرض؟ والسداره لا تنسى. والسداره؟ الرباط والسداره بس؟ اي طبعا. لا واضح عندك. لا القاطع. هاي الساعه؟ ازياء يعني ازياء ساعه الكيف. يا الستره موجوده، البنطلون موجود، القميص موجود. هلا هو زي حلو. هاي تراثيه لو لا سوقيها؟ تقليديه. مو حلو. نعم. زين نتحدث عن هذا الزي استاذ. هذا الزي الفتره عبد الكريم قاسم من حكم الزعيم عبد الكريم. نعم. قاسم للعراق. منو كان يرتديه؟ النجمه لا زال النجمه ملكيه. نجمه ملكيه. نجمه ملكيه. حلو. بس الشعار عبد الكريم قاسم، شعار الرتبه لعبد الكريم قاسم والزي والدين، فهذا يمثل فترة الزعيم عبد الكريم قاسم. داخلية القادات العسكرية. اي القادات العسكرية. القادات العسكرية. بس تعرف انا عبالي جايبينك من ذاك الزمان، هواي بيك شبه. لا هو يعني هو كل الازياء حتى الدقمة من شعار عبد الكريم قاسم. حتى كان في وزارة الدفاع شعار. نعم. يعني موجود بالمتحف مال وزارة الدفاع موجود. نعم. مال شعار عبد الكريم قاسم موجود كان. على شنو يحتوي الشعار كان؟ هو هاي هذا الشعار، هذا على الدقمه مرسوم. شنو يرمز هذا الشعار؟ يعني هو هذا الرمز مال عبد الكريم قاسم. أيه. هذا شوفه. هذا بس كان. اي وهذا وهاي هسه هنا ايضا هذا كان النحاس الكبير نفس هذا الشعار بالضبط. هذا الشعار ايش كان يرمز؟ هو الفتره عبد الكريم قاسم بحكمه. اي يعني هو ميز نفسه بهذا الشعار. يعني ما ميز نفسه بالعلم؟ لا العلم ايضا العلم كان فيه. اي بس هذا شعار عبد الكريم قاسم بالرتبات العسكريه، يعني شال ما كل كان قبل، لانه تدري انت بالحكم الملكي. نعم. كانت النجمات والتاج الملكي. نعم. فشال التاج الملكي، هذا مو كان تاج الملكي صار. مو كان تاج الملكي. جيد جميل. نتحدث هنا عن الزي هذا؟ لا هو غير يعني معرف، هو مسؤول ايضا معرف لا يعرف بالاشقاء. نعم. الاشقاء مشاريع الثقافيه التراثيه بالعراق استاذ، فهو راح يعرفك. نتحدث استاذ الباحث التراثي طاهر عبد الرزاق عباس، المشرف العام على المشاريع التراثيه. اهلا وسهلا. صاحب مشروع يوم السداره البغداديه بالعراق، والمقهى البغدادي والربل البغدادي والمطعم البغدادي، وصارت هاي كلها تقليد سنوي، يعني يوم 30/12 نقيم السداره البغداديه، والسداره البغدادية تاريخها 30/12؟ كل سنه نحتفل بها 30/12 بمقهى المدلل. من انطى هذا اليوم احتفال احنا طبعا بدت الاحتفاليه عام 2014 بقاعة ألف ليلة وليلة بالمركز الثقافي البغدادي. نعم. اجتمعنا احنا البغداديين والباحثين التراثيين وقررنا تفضل شوي قدمي يوم السدارة البغدادية 2014 البداية مالتها
ويوم 30/12 نحتفل بالذكرى التاسعة من مقهى مدلل. فتشرفونا تحضرون، واللي يدخل الاستدارة البغدادية هو الملك فيصل الأول ملك العرش العراق خلال زيارته إلى إيطاليا، زار أحد المعامل غزل والنسيج وشاف المدير، وزار هي المعمل المخصص بالقبعات، مدير المعمل أهدى له استدارة، أهدى له استدارة الإيطالية. حلو. إجا للعراق أضاف له إضافات. وأول مرة شنو الإضافات اللي صارت عليها؟ إضافات بالقوس اللي بيها موجود اللي بداخل الاستدارة، وهسه ما راح نحكي الاستدارة العسكرية اللي يسموها إسكوجية، والاستدارة هاي اللي هي الشوخ العراقية. فأول ما ارتدى الاستدارة هم بس يعني بس الموظفين فقط. حلو. يعني ما كانوا مدنيين، بس الموظفين فقط المدنيين العادي الموظفين الموجودين ببلاط الملك. يعني ماكو إجبار، يعني كانت حرية موجودة. بعدها صدر قرار بزمن حكومة ياسين هاشمي انه كل يعني يرتدون الاستدارة البغدادية كل طبقات المجتمع، اختفت الاستدارة البغدادية. خلال انقلاب بكر صدقي. ليش يابا؟ نكاية بالاستدارة دخلوا القبعة الأوروبية الحديثة. زين، ومن اجى ملك فيصل الأول كان موجود، الطربوش. الطربوش يرمز اللون الأحمر، يرمز للدولة العثمانية. الدولة العثمانية اللي طبعا أدخله اللي هو السلطان عبد الحميد الثاني 1824. أدخل الطربوش. من اجى الملك فيصل الأول؟ لا. وطبعا اعتيادي هي أول مبادرة الملك فيصل الأول خلال الاجتماع الأول وزع الاستدارات البغدادية على البلاط الملكي على الوزراء. حلو. بس واحد من عندهم امتنع، وزير الماليه ساسون حسقين. صدت بحقه بذاك الوقت؟ ها؟ اكو عقوبه صدت بحقه؟ لا لا ماكو عقوبه. زين، فبقى وزير الماليه ساسون حسقين محتفظ بطربوش. شكرا جزيلا. زين، هسه احنا نتحدث وصلنا للهاشمي. احنا هذا الهاشمي جاي نشوفه لحد الان موجود. هذا بغدادي؟ زي الهاشمي العراقي على مستوى العراق كان. شلون تعرفه عراقي؟ بس انا جاي نشوفه يجينا من الكويت من الخليج. لا هذا هذا هاي قطعه ثمينه، هاي قطعه هي قطعه اصليه. شنو رمزيتها انه تكون هذا عراقية؟ هذا كان ينتج بالخيط البريسم. نعم. وبيه العده امكانيه من الخاتونات، يعني الامور اللي الناس اللي متمكنه. حلو. كان في خيط الذهب يسووه، هذا يسوقوه في خيط الذهب. هذا هو بالعراق، يعني اصله بالعراق. اصله بالعراق. اي اصله بالعراق. يعني الهاشمي اصله عراقي؟ اي اصله عراقي. يا سنه الصدر؟ هذا هم بالفترة الملكية. هم بالفترة الملكية. الفترة الملكية وانتشار حتى لحد السبعينيات هذا كان موجود. زين. وإلى وقار، يعني احترام للدي العراقي. نعم. النساء، يعني كانت المرأة ممكن تلبس عباية هذا ممكن ساترة يعني صراحة. صح. ايه. يعني فشي راقي ولزينة. ايه. ويغطي يعني كل يعني كل سجلة المرأة باحترام ووقار يعني لها. ايه. زين، شنو شعورك وانت لابسة الهاشمي؟ وين تلبسينه بالعادة؟ احنا حاليا جاي نشوفه بالمناسبات تحت شعار تراثنا هويتنا ومستقبلنا. ممتاز. انا من نوع عندي هوايه للتراث مالتنا. حلو. يعني حتى بالبيت عندي مقتنيات، يعني هي خالتها. نعم. تراثيه. زين. حتى الاواني لاكل بيها فخاريه، فانا يعجبني عندي موهبه كل شيء تراثي. من هاي الاشياء انا عندي بس ما عندي الاصلي مثل هذا. هسه الاصلي؟ هذا الاصلي. ليش ما تطيع الاصلي؟ انت على الشمس الحمزه تحمس هسه. بالمناسبه استاذ العزيز، هذا قطعه ثمينه لقيتها بصندوق مشتري اني من كنت طفل. هذا مشتري يعني؟ اشتريته لقيتها بصندوق الخشب قديم. زين. اشتريته ضميته. هسه يطلع مال ملكه عالي هذا. يعني ملكه عالي ذاته. يعني كانت عندنا وفود اجانب بالسبعينات يجون يترددون على شارع النهر يشترون يتبضعون التراث العراقي، فلقيته من ضمن المقتنيات بالصندوق. يعني اشتريت الصندوق. يعني فهذا عندي يعني بصراحه يعني له خاصيه خاصه. يعني ليش ما نروح من هنا وياك وتاخذين الهاشمي؟ يعني هذا اكبر من اطفالي. اكبر يعني بعد شاب صغير يعني عمره 12 سنه ومشتري. يعني عاش وياي عمر. حلو يعني حلو والله العظيم جميل نشوف اشياء ثمينه معتزين بها لغايه الان. نشوف الاستاذ هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طالع العيد وهو بالزي البغدادي. نشكر قناتكم. الله يسلمك. اتاحت الفرصه لنا للتعرف عليكم. تفضل لنا هنا استاذ. تحدث لنا عن زي هذا الزي لبسوه ابائنا واجدادنا. يا سنه ابائنا واجدادنا يعني قضيها فتره تقريبا برس هذا الزي من قبل العهد الملكي. قبل العهد الملكي.
وبعد وبالعهد الملكي، وانا عندي طبعا عندي صوره مال والدي ماخذها بال 39 لابسها الملابس لابس ممتاز. وعمي واقف يمه نفس الملابس بس لابس طربوش. حلو. وهذه هي ازيائنا وتراثنا، وانت ليش تحب يعني بلدك من خلال هذا التراث والحضاره والتاريخي الحضاره. اي وقبل شويه الاساتذه تحدثوا عن الصداره. نعم. الصداره عليها اغنيه اي غناها القبنشي، يقول يا حلو يا ابو الصداره متيمك سوي لشاره، يا حلو حسنك سبانه ورقبتك شرخي زرانه، يا حلو بيك ابتلينا وكنا هوينا، يا حلو من تمر بعقدنا وانت لابس الصداره ارجوك لا تشرب الجيجاره. لا اشرب جيجاره، عم خي بطل جيجاره ابو الصداره. موفق ان شاء الله، استاذ حدثنا عن تاريخ هذا الزي. طبعا هو ايضا هذا بالفتره العثمانيه كان. نعم. يعني تدري العراقيين كانوا على مستوى مكونات العراقية يعني الموصل ديان كركوك. نعم. ديان المناطق الشمالية أيضا كانوا عندهم، وعندنا من هسه عندنا متحف بكركوك يعمل على حتى الأكراد العراقيين. حلو. كانوا عندهم يلبسون هذا الأجزاء. هسه وشنو هاي الفوق ديان. ليش طاقية وليش هاي؟ هاي يسموه شراوية. شراوية وفوق هذا هاي هاي شراوية، يعني حتى المكونات العراقية ترى مو عبق بس. نعم. بس العرب لا. نعم. عندنا المسيحيين يلبسوها. حلو. عندنا الصابي اي عندنا الصابي اي يلبسوها للجميع هذا. المسيح المندلي كان كل يعني مكونات كثيره. حلو. حتى هذا الزي ايضا يعني احنا اليوم هسه جاي نشوف هذا التنوع الموجود، كل الطوائف كل الازياء الموجود، هذا التنوع جميل جدا بالنسبه للمستوى الوطني بالنسبه لتاريخ العراق. حلو هذا التنوع. مو هذا الزي ما اجى عن فراغ، حتى هذا هسه الشماغ هذا ترى جاي من الرسوم الاثريه، يعني يعني الاشوريين. نعم. والشاهدين السومريين كانت اكو ازياء موجوده نقوشها لا يزال يعني موجوده، احنا نقدر نثبت لكم اياها يعني هذا الموضوع. عندنا يعني مخطوطات وعندنا مدونه كتابات على الموضوع. احنا قلت لك منظمه معنيه بالمحافظه على الاثار والتراث والتاريخ العراق. خلينا نشوف الاخ هنا شلونك شخو ازي كردي؟ هنا دي هم كردي وهم اشوري. اشوري يعني وكردي؟ لانه هذا القطع مالته زين والخامه مالته. نعم. هو اشوري بالاصل. اشوري. بس هسه زي الكردي لانه بصراحه المكون الكردي. الكردي بصراحه. نعم. الاشوريين قبلهم. نعم. في التاريخ. يعني الاشوريين اول من ارتدوا هذا السلاح. نعم اي 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 يعني الاشوريين كانوا قبلهم يعني هسه قلعه اربيل. نعم. هي اشوريه. نعم. يعني قلعة كركوك لا يعني موجودة يعني بها يعني لأنه كانت مكانات العربية ولا بس الكراد كوننا عن تذي مواقع جبلية. نعم. فحبوا السروال. نعم. وعدهم زيهم الخاص اللي يكون مثل بمثل الفتحات يعني شون القرن فتحة من هنا أيضا إن شاء الله من نشوفك هذا طوروه يعني أي يصير بكتا أي زين. وهذا الموضوع يعني وهذا الزي يعني شنو قيمته بالنسبه لك؟ يعني بالنسبه لي ترجع الزي الكردي. حلو. والزي الكردي من نوع اللي يعني اول ما لبسوه الاتراك. ممتاز. الاتراك اول بدايه الاتراك لبسوه، وبعدين الشمال العراق بدات من السيمانيه واربيل وكركوك، وبعدين اتجه الى بغداد. انا اتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا استاذ. نعم مشاهدينا الكرام، احنا اليوم من الجميل انه نشوف هذا التاريخ العراقي، هذا التراث العراقي، هاي الازياء العراقيه حاضره بشارع المتنبي، شارع الثقافه، شارع التاريخ، الا وهو اهم شارع من شوارع العاصمه بغداد. اليوم شارع المتنبي يعني اصبح لربما شارع دولي، جميع الجنسيات تشوفه هنا سواء اجانب او يعني جنسيات عربيه، لكن حلو اليوم نشوف ناس هيك مهتمه، منظمات هيك مهتمه بالتراث العراقي، سيما انه واليوم احنا جاي نعيش بفتره لربما اغلب العادات اغلب الثقافات بدات تندثر، لكن البركه بجهود المنظمات بجهود الناس القائمه المهتمه لهذا الموضوع. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج ايام الناس، الى اللقاء.